أهلا وسهلا بكم في قناتنا. اليوم راح نبدأ رحلة جديدة لنفهم نفسنا ونوصل لأعلى إمكانياتنا. رحلة اليوم هي رحلة لعالم العقل، عالمنا الداخلي الكبير. راح نتعرف على عادات ممكن نشوفها بسيطة وما بننتبه لها، بس هي بالحقيقة بتأثر على صحة عقلنا وحيويته. جاهزين نكتشف هالعادات مع بعض؟ يلا نبدأ. اليوم التكنولوجيا صارت جزء أساسي من حياتنا، وسهل كتير نوقع بفخ الاعتماد عليها بشكل مبالغ فيه. بنخليها تعمل كل شيء ونستسلم لراحتها، بس هل فكرنا يوماً شو ممكن ندفع مقابل هالراحة؟ إهمال عقولنا وتركها حبيسة الشاشات بيضعف قدراتنا على الإبداع ومرونة التفكير. من زمان بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، وهالكلام صحيح 100%. زي ما من أكل جسمنا أكل صحي، عقلنا كمان بيحتاج تمارين رياضية منتظمة عشان يبقى قوي ونشيط. الرياضة ما بس بتحسن صحتنا الجسدية، هي كمان غذاء لعقلنا، بتنشط الدورة الدموية وبتساعد الأكسجين يوصل للدماغ بشكل أفضل. كلنا بنحب الحلويات وبنلجأ لها لما نحس بالحزن أو الإحباط، بس هل تعرفوا إنه الإكثار من السكر ممكن يأثر على صحة عقلنا على المدى البعيد؟ السكر كل ما زاد استهلاكنا له بيصير زي السم اللي بيضعف وظائف الدماغ ويقلل من قدرتنا على التذكر والتركيز. تتخيلوا يوماً تشتغلوا من غير ما ترتاحوا أبداً؟ أكيد لا. النوم مو بس راحة لجسمنا، هو ضروري جداً عشان يجدد نشاط عقلنا. وقت النوم دماغنا بيشتغل على معالجة المعلومات اللي استقبلها طول اليوم وبيرتبها ويخزنها بطريقة منظمة. النوم الكافي هو أحلى هدية ممكن نقدمها لعقلنا عشان يرجع قوي ونشيط. الماضي جزء من حياتنا، في ذكريات حلوة بتفرحنا وذكريات بتوجعنا، بس هل لازم نظل طول الوقت عايشين بالماضي ونحبس عقلنا فيه؟ التفكير الدائم بالماضي سواء كان حنين أو ندم بيمنعنا من عيش الحاضر بكل فرصه وتحدياته. خلينا نتعلم من الماضي ونستفيد من تجاربنا ونتركه ورانا ونركز على بناء مستقبلنا. الإنسان بطبيعته اجتماعي، بيحب يتواصل ويتفاعل مع الناس. العزلة ما بس بتضعف الروح، كمان بتأثر على صحة العقل. التواصل مع الآخرين بيساعدنا نوسع مداركنا ونطور مهاراتنا الاجتماعية، وبحفز عقلنا على التفكير بشكل جديد. ما في شيء بيضاهي جمال النقاشات العميقة والهادفة في تنشيط العقل وتنميته. الروتين هو أكبر عدو للإبداع، بيحول حياتنا لتكرار ممل ما فيه أي جديد. عشان نحافظ على حيوية عقولنا لازم نجرب أشياء جديدة ونخوض مغامرات مثيرة. كل تجربة جديدة بتساهم في تكوين روابط جديدة في الدماغ وبتعزز قدرتنا على التعلم والتأقلم مع مختلف الظروف. لا تخافوا من التجارب الجديدة لأنها سر الشباب الدائم لعقولنا. كتير منا بيركز على صحته الجسدية وبينسي صحته النفسية، مع إن العقل والجسد وجهين لعملة واحدة. زي ما الجسم بيحتاج عناية، العقل كمان بيحتاج اهتمام ورعاية. تجاهل مشاكل الصحة النفسية ممكن يؤدي نتائج سلبية، عشان هيك لازم نتكلم مع مختص إذا حسينا بأي اضطراب نفسي أو قلق. الصحة النفسية مو رفاهية، هي ضرورة لحياة صحية وسعيدة. مين قال إن التعلم بيوقف بعد التخرج؟ التعلم رحلة مستمرة طول حياتنا. كل ما تعلمنا شيء جديد، كل ما تجددت خلايا عقولنا ونمت قدراتنا الإبداعية. التعلم هو رياضة العقل، بيخليه نشيط وبيزيد قدرته على التفكير والتحليل وإيجاد الحلول. لا تهملوا قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم وثائقي أو حتى التعلم من خبرات الآخرين، كلها مصادر بتثري عقولنا وتنميها. شكراً لمتابعتكم معنا بهذه الرحلة في عالم العقل. بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا.
تذكروا دائماً إن العقل هو مصدر سعادتنا وتقدمنا، لازم نهتم فيه ونغذيه بكل مفيد.